الهجوم خير وسيلة للدفاع، هذا أمر معروف، وإسرائيل سابقا معروفة المعارك الكبيرة التي خاضتها ضد الدول العربية كانت هي تهاجم أولا مع معرفتها المسبقة أن هنالك ترتيبات ضدها، هاجمت مثلا المطارات المصرية، الطائرات المصرية، المطارات السورية بعد تحليق الطائرات السورية باتجاهها ودمرت هذه المطارات، مما سببت أزمة للدول العربية عند الصراع معها. ألا تعتقد أن هذه الموجة من الصواريخ الثانية التي يتحدث عنها الجانب الإيراني والحرس الثوري تحديدا، إن ما بدأت هذا قد يعني أن قبل أساسا أن تبدأ من الممكن لإسرائيل والولايات المتحدة وقدراتها التي تفضلت عنها وتحدثت عنها ممكن أن تستخدم كهجوم للدفاع على إسرائيل وأن لا ينتظروا موجة الصواريخ كي تصل المنطقة؟ نعم، الأمثلة التي تفضلت بها يعني في عام 1948 و1956 و67 بشكل عام عدا 73، إسرائيل هي التي بدأت بالهجوم، ومثل ما تفضلت يعني أنه المبدأ الإسرائيلي الأساسي من الناحية الاستراتيجية أن لا تتقبل الحرب في أرضها، ولذلك كانت تهاجم على طول يعني في عام حتى في عام 1948، رغم الادعاءات ان 4 جيوش عربيه قد تحشدت ضد اسرائيل، ولكن اسرائيل في ليله 14 على 15 وفي الدقيقه رقم واحد في من يوم او من فجر او من فجر عام يوم 15 ايار 1948 هي التي بدات بالهجوم، وكذلك في 1956 بالنسبه لسيناء، وكذلك في عام 1967 بالنسبه لحرب حزيران، وكذلك باليوم الثاني من 10 من 6 اكتوبر يعني حرب رمضان 1973 حرب تشرين. نعم هذه كلها، ولكن هل تنتظر في هذه الحاله اسرائيل ستنتظر فرضا فيما اذا حدث شيء وتصاعدت الامور، هل تنتظر ان تضرب من قبل ايران ومن قبل الفصائل المسلحه التابعه لايران في الاماكن في البلدان التي تحدثت عنها؟ حقيقة أنا لا أتصور ذلك، وإنما هي التي ستقوم بهجوم كاسح سواء باستخدام الطائرات الشبح أو طائرات F-15H ذات المدى البعيد والحمولة العالية في تصوري، إضافة إلى هي تمتلك أيضا صواريخ فلسطينية مداها 2000 كيلومتر، أي أن هذا المدى يصل إلى إيران وعفوا إلى طهران إلى أصفهان وإلى بعض غرب إيران. طيب. فإذا هي من يعني ستتمسك بالمبادرة أو المبادرة.